حاجة الأولى احنا على بالنا بلي الأنصا يتنقلوا اليوم، لأن ما يخفالكش من المقابلة الأولى تاع البطولة هما يتنقلوا مع الفريق. اليوم تنقلوا كانوا آمنين بالفريق، لأن لازم تأمن بالفريق باش تنقل معاه، هذا اللي خلى أنا يتنقلوا بالجمهور الله يبارك كيف يقولوا. احنا أنا بالذات مشكورين على التنقل هذا، و ils ont donné une bonne image déjà, ou une bonne image l'Olympique Agbo. C'était une fête, حنا جينا كانت une fête. On a donné un bon exemple sur le terrain, où les supporters تاعنا ثاني مشكورين يعطوا un bon exemple de fair play au niveau de la tribune. إن شاء الله يكملوا معنا هكذا حتى كي المقابلة الأخيرة في البطولة. فريق الماما سبورت يتمنى لكم رمضان مبارك، ويدعوكم للاشتراك في مختلف حساباته.